الشعب يريد إصلاح الدفاع ويسقط قانون الدفاع يسقط قانون الدفاع ويسقط قانون الدفاع قانون الدفاع اليوم هو قانون لخنق الحريات العامة تستخدمه الحكومة لخنق الشعب ولخنق القوى السياسية والحقيقة عنوان الاستخدام المزدوج والمعايير المزدوجة من هذه الحكومة في التعامل فهي حين تحاسب صاحب مطعم على أكثر من 10 أشخاص على الطاولة في حين تسمح لفعاليات أخرى فنية بالآلاف ولا تمنعها فعاليات تدين رفع الأسعار وخصوصا رفع أسعار المحروقات والكهرباء اليوم الصناعة تكاد تتوقف نتيجة أسعار الطاقة اليوم القطاعات تكاد تغلق ويغلق الآن عشرات آلاف المؤسسات بسبب الحقيقة يعني هذه السياسات الخرقاء التي دمرت الاقتصاد الأردني واليوم أوجدت تحولت الشعب الأردني إلى فقراء ولا جوع اليوم 50% من شباب الأردن في البطالة 50% من شباب الأردن يطالب بالهجرة كله بسبب هذه السياسات الحكومية التي أفقرت الشعب الأردني اليوم يعني يتم معالجة القضايا الاقتصادية من خلال السطو على جيب المواطن مجددا عند كل مشكلة دون النظر إلى حقيقة الواقع الاقتصادي الذي هو نتاج سياسات حكومية ورسمية فاشلة ومترهلة على مدى السنوات السابقة والحقيقة علاج هذه المشاكل الاقتصادية المتراكمة يكون من خلال معالجة اقتصادية حقيقية وليس من خلال أمر دفاع